منذ عشرات السنين، واللاعبون هنا يتعاقبون على أرض هذا الملعب في مدينة عدن. منصور شاب أحب لعبة التنس منذ طفولته واتخذها هواية، لكن يوما بعد آخر وجد نفسه يزداد تعلقا بها، وأن حلمه الصغير بدأ يكبر لاحترافها والوصول بها إلى العالمية. تلعب يعني منذ الصغر عشان طورت، لعبت، سافر، تحقق إنجازات خارجية وداخلية. أمل أن أنا أكون لاعب عالمي، بس الظروف ما تساعدش هنا داخل اليمن، خاصة داخل عدن، يعني الظروف ما تسمحش لنا. هؤلاء الشباب الذين يبدو عليهم الشغف بلعبة التنس استطاعوا أن يمثلوا اليمن خارج حدودها وأن يثبتوا تفوقهم، تاركين بصمة المشاركة في مختلف الدول الأخرى. والله النادي محتاجين دعم، يعني إضاءات، كرات، نعال، لعبة التنس تنزف، يعني شيء له دعم، مصاريف، هذا قزام، مضارب، كله شيء له مصاريف، يعني أتمنى أنهم يدعمونا إحنا. هذه اللعبة للأسف الشديد برغم من تحقيق أبطالها للكثير من الألقاب على المستوى الآسي وعلى المستوى العربي، وهم أبطال نادي التنس العدني ويدربون تحت إشراف الخبير الأول للتنس اليمني وديع عبد العزيز ثابت، إلا أن ما زال الاهتمام والرعاية غير كافية ولا توازي ما يقدم ولا الانتصارات التي تحقق على الصعيد الداخلي والخارجي. يحتاج هذا الفريق إلى دعم الجهات المختصة واهتمامها ليس فقط باللاعبين، لكن أيضا بالملعب الذي أنشئ قبل أكثر من 100 عام، ولا يزال مدرسة في العطاء ورمزا للرياضة في عدن.